في إطار الرعاية الملكية التي تحظى بها رياضة الفروسية في المملكة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حافظه الله ورعاه، وبحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، انطلقت فعاليات مهرجان سباقات كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم الدولية لسباقات القدرة في قرية البحرين الدولية للقدرة بتنظيم سباق الفرسان الناشئين والشباب لمسافة 120 كيلومتر وسط مشاركة كبيرة من الإسطبلات والفرسان. وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مراحل السباقات وحرص على توجيه الفرسان لتقديم أفضل المستويات، وشهدت مراحل السباق منافسة قوية بين المشاركين الذين قدموا أفضل المستويات سعيا لإنهاء السباق بنجاح. وفي ختام السباق قام سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، حيث فازت فارسة فريق الزعيم مريم نواف كمال بالمركز الأول في سباق الناشئين والشباب لمسافة 120 كيلومتر، فيما جاء الفارس محمد الرويعي من فريق فيكتوريوس في المركز الثاني، والفارس ناصر المناعي من فريق فيكتوريوس في المركز الثالث. وسوف تشهد قرية البحرين الدولية للقدرة انطلاق السباق الكبير على كأس حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لمسافة 160 كيلومتر، وذلك بمشاركة واسعة من الإسطبلات والفرسان. كما سينظم الاتحاد سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومتر. Thank you.